مشاهدينا الكرام، طاب يومكم وأهلا بكم في نشرتنا الجوية الخاصة بالملاحة وصيد البحر. تتمثل الحالة الجوية السائدة لهذا اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 في وجود منخفض للضغط الجوي على السواحل التونسية الجزائرية، يسير رياح قوية نسبيا على المنطقة الغربية لشمال تونس، ومرتفع للضغط الجوي بالنسبة لبقية مناطقنا. أما بالنسبة للسماء صباحا فكانت مغشاة بسحب أحيانا كثيفة على أغلب مجالاتنا البحرية. بعد الظهر إن شاء الله طقس أحيانا كثيف سحب على أغلب مجالاتنا البحرية مع بعض الأمطار على شمال تونس. الريح بشمال تونس تكون شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة، ثم تتقوى آخر النهار بالمنطقة الغربية تصل إلى 15-20. البحر قليل الاضطراب مضطرب بالمنطقة الغربية. على شرق تونس ريح شمالية غربية تتجه إلى جنوبية شرقية ضعيفة من 5 إلى 10 عقد، البحر هادئ فقليل الاضطراب. وبخليج قابس ريح شرقية من 5 إلى 15 عقدة والبحر يكون هادئ فقليل الاضطراب. أما رؤية لهذا اليوم فتتراوح من ميلين إلى 6 بشمال تونس ومن 3 أميال إلى 8 بكل من شرق تونس وخليج قابس. هذه الليلة إن شاء الله يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب على أغلب مجالاتنا البحرية ومرفوق ببعض الأمطار على شمال تونس. الريح بشمال تونس تكون شرقية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 بالمنطقة الشرقية، ومن 20 إلى 25 تصل مؤقتا إلى 30 بالمنطقة الغربية. البحر قليل الاضطراب بالمنطقة الشرقية ومضطرب بالمنطقة الغربية. على شرق تونس ريح شرقية جنوبية شرقية تتواصل ضعيفة من 5 إلى 10 عقد والبحر هادئ فقليل الاضطراب. وبخليج قابس ريح شرقية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب. أما رؤية ليلا فتنخفض من 6 أميال إلى ميلين بشمال تونس ومن 8 أميال إلى 3 على بقية سواحلنا. يوم الغد إن شاء الله بشمال تونس وخليج الحمامات سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية. الريح تتواصل من القطاع الشرقي تكون بين 15-25 بخليج الحمامات وبين 15-25 تصل مؤقتا إلى 30 بشمال تونس. البحر مضطرب بخليج الحمامات ومضطرب فشديد الاضطراب بشمال تونس والرؤية تتراوح من 2 إلى 5. بمنطقة الشابة وخليج قابس أيضا طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتة رعدية. الريح من القطاع الشرقي من 15-25 عقدة والبحر مضطرب، أما رؤية فتتراوح من 2 إلى 6. نمر لحركتي المد والجزر. بميناء إصفاقس 20 سنتيمتر على الساعة 10 ليلاً و42 دقيقة ومتر 85 سنتيمتر على الساعة 4 صباحاً و45 دقيقة. ميناء قابس 16 سنتيمتر على الساعة 11 ليلاً و29 دقيقة ومتران و30 سنتيمتر على الساعة 4 صباحاً و50 دقيقة. ميناء جرجيس 14 سنتيمتر على الساعة 10 ليلاً و46 دقيقة ومتر و10 سنتيمترات على الساعة 4 صباحاً و57 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي أو زيارة موقع الويب. شكراً على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.